للحديث عن الانتقادات التي وجهها رئيس الحكومة محمد السوداني للإعلام الداخلي والخارجي، معنا من عمان الكاتب والصحفي السيد أحمد صبري. سيد أحمد، بداية مرحبا بك. ما مدى صحة ما قاله السوداني حيث وصف الصحافة وصف الإعلام بأنه إعلام سلبي واتهمه بحرمان العراق من الاستثمار ومن التنمية؟ إلى أي مدى ما قاله صحيح؟ هل الإعلام بالفعل أضاع على العراق هذه الفرص؟ لا، بتقديري الذي أضاع ما كان يجري بالعراق من تطورات أخرى ليس الإعلام وحده بشكل سلبي كما أشار رئيس الوزراء، ولكن التحديات والتهديدات والإخفاقات التي شهدها العراق منذ احتلاله وحتى الآن بفعل تحول الفساد وعسكرة المجتمع والخلافات السياسية هي التي أودت بالعراق إلى هذا الحال الذي يتخبط به. لذلك أقول أن السوداني ابتعد كثيرا عن الحقيقة عندما وجه السهام إلى الإعلام، وهو إعلام كما هو معروف معظم هذا الوسائل الإعلام هي حكومية وبالتالي تعبر عن رأي أحزاب السلطة في العراق. طيب، هنا هو انتقد الإعلام وقال بأنه إعلام سلبي ويمنع العراق من الاستثمار ومن التطوير، ولكن كيف ينظر هو إلى حكومة تشكلت وفق نظام المحاصصة؟ هل ممكن أن تأتي هذه الحكومة بشيء للعراقيين؟ بتقديري لا، لأن الحكومة الحالية هي امتداد للحكومات السابقة التي أخفقت بتلبية حاجات العراقيين للأمن والاستقرار والرفاه. لذلك هذه الحكومة هي نتاج للحكومات السابقة والتي انبثقت على وفق نظام المحاصصة، هي على الرغم من التلميع بهويتها، التلميع بدورها، ولكن المعروف أن هذه الحكومة هي حكومة محاصصة طائفية وعرقية. كما هو معلوم يعني الحكومة الحالية هي منبثقة من الإطار التنسيقي. وصف السوداني للإعلام بأنه إعلام سلبي، إلى أي مدى ترى أنه ينضوي بين طياته أو يخفي بين طياته مخاطر تهدد الإعلاميين الذين يسلطون الضوء دائما على نقاط الضعف، على مكامن الضعف، على ملفات الفساد بالمؤسسات الحكومية؟ الآن هذه التصريحات وهذا الوصف إلى أي مدى يعتبر يخفي ما وراءه، ما يخفي للصحفيين؟ أنا أوضح لك هذا الموضوع بأنه ينطوي على تهديد مبطن في وسائل الإعلام التي يعني التي يريدها أن تكون نسخة طبق الأصل للإعلام الرسمي الحكومي. من هنا ذهب السوداني بعيدا عندما علق شماعة الفشل السياسي بالعراق إلى وسائل الإعلام التي قال أنها لن تنهض بدورها في عملية كشف الفساد وأيضا كشف جميع الممارسات التي تضر بمصلحة البلاد وبالتالي على أموالهم. طيب، الآن من وجهة نظرك من الذي سوف يحمي الصحفيين في العراق؟ حماية الصحفيين المفروض هي مسؤولية الدولة، مسؤولية الحكومة، مسؤولية رجال الأمن، ولكن طبقا للتقارير التي تصدرها مراكز الرصد الإعلامي أشارت إلى أن العراق خلال سنوات خلال هذا العام تعرض حصيلة هذا العام هو عشرات بل مئات حالات الاعتداء ومنع حقيقة التصوير ومنع رصد حالات الفساد وأيضا تهديد بالقتل والاعتقال، هي التي تمنع الصحفي عن ممارسة والاضطهاد والاضطهاد بدوره بشكل عام. من هنا تأتي أهمية أن ينهض الإعلام العراقي وأن تتوفر له حرية الوصول إلى المعلومة بدون محددات. هذا الإعلام الذي يسلط الضوء على الفاسدين وينبه المجتمع العراقي والحكومي بمخاطر تغول الوساد والتنمر في مؤسساته منذ أعوام. من عمان الكاتب الصحفي سيد أحمد صبري، شكرا جزيلا لك.